مرحبا بكم يا أطفال الأعزاء. اليوم سنكمل درس الخطوط المنحنية، وهذا الجزء الثاني من الدرس. إذن سنقرأ السؤال. ماذا يقول السؤال يا ترى؟ أخطط وأكمل التلوين. أخطط، ما معنى أخطط؟ بمعنى أن أكمل الخطوط المتقطعة لكي أتحصل على الشكل الكامل، ثم أكمل التلوين. بعد ما نكمل الخطوط المتقطعة هذه، نمشي اللون، سواء كانت الفراشة أو الفنجان أو الحذاء. الفراشة، الفنجان، الحذاء. احنا توا باش نبداو بالفراشة. اول حاجة باش نعملوها اللي هي باش نكملوا الخطوط، وبعد نكملوا التلوين. احنا قاعدين نشوفوا عنا زوز الوان باش نكملوا الجناح هذا والجناح هذا باللون هذايا، وبقية الجناحان كونهم باللون الأخضر. أحسنتم، لكن قبل هذا يلزمني نكمل صحيتو. كمل الخطوط. هذه الخطوط تشبه لحرف الدال. خلينا نكمل الخطوط. هي خطوط صغيرة برشا، عبارة عن نقاط. احنا يلزمنا نكملوها على خاطر جناح الفراشة ديما مزين، فيه برشا خطوط كما هكا، ونجم نقولوا لها الخطوط المنحنية. أحسنتم يا أطفال، هذيك تشبه لحرف الدال ونسميها بالخطوط المنحنية. احنا توا باش نلونوا الفراشة بتاعنا بعد ما كملنا رسم الخطوط. باش نبدأ بالجناحان الأولين. أطفال لقد قمنا بتلوين الفراشة. انظروا ما أجمل فراشتي يا أطفالي. الآن بعد ذلك سننتقل إلى الفنجان. نعم أحسنتم، سأقوم ببول الأمر بتتبع النقاط في هذا الفنجان الأزرق، ثم ذاك الفنجان، وبعد هذا تتبع النقاط أقوم بتلوينه. فلنبدأ. أنا أقوم بالخطوط المنحنية. نعم أنا أتتبع الخطوط المنحنية. أحسنتم يا أطفال، لهنا لازم نتبع السهم منين نبدأ. صحيتوا يا أطفال، هذا خط منحن وهذا خط منحن أيضا. فما تبقى لدي؟ تبقى لدي التلوين. سأبدأ الآن بتلوين فنجان القهوة. Thank you.
هكذا يا أطفال أكون قد أكملت التلوين. فماذا تبقى لدي في هذا التمرين؟ لقد قمت بتلوين الفراشة بعدما أتممت تتبع النقاط، ثم نفس العملية للفنجان، ثم الحذاء. نعم، لم يتبقى لي سوى الحذاء، لذلك سأتبع في بادئ الأمر النقاط هكذا، وستكون على شكل خط منحن، وهكذا أيضا. لكم الحرية يا أطفالي في اختيار الألوان، لا يمكن أن تتبعوني في شيء. ممكن أنا نختار الألوان هذه، أنتم تختاروا ألوان أخرى. وهكذا يا أطفالي أكون قد أكملت التمرين الأول من الجزء الثاني في الخطوط المنحنية. لم يتبقى لدي الآن سوى آخر تمرين، وهو أن أتعرف على أنواع الخطوط المنحنية. يوجد لدينا الكثير من الأنواع، هذا خط منحن، وهذا أيضا، وهذا أيضا، هذا أيضا، وهذا أيضا يا أطفال، وكذلك هذا. إنها كلها خطوط منحنية، أحسنتم. ولكن ما دورنا الآن؟ كل ما علينا هو أن نقرأ السؤال. ماذا يقول السؤال؟ أتتبع ما هو منقط؟ أتتبع ما هو منقط؟ إذن احنا توا باش نتبعوا النقاط هذية باش نتدرب على رسم الخطوط المنحنية. أحسنتم يا أطفال، هيا نتبع الخطوط. هي أنواع من الخطوط المنحنية. الآن لقد أكملنا درسنا اليوم، أتمنى أنكم فهمتم ما معنى الخطوط المنحنية.
كديروا معي لآخر مرة، الخطوط المنحنية، الخطوط المنحنية. أحسنتم يا أطفال، فلنلتقي في الدرس القادم. إلى اللقاء.